الله يغرب لك يا شنينة. قصت علي وقالت لي ضاربينك عين براسك. راسي ليه؟ شعري ليه؟ تقول شعر فرس ناعم مش حلوة كل بسيلة ليه؟ قالت لي ضاربينك عين فيه وقصته حتى يطول هذا وعلق. سنتين مو راضي يتحرك. يعلي يدك الكسر. شو اسوي فياد؟ انا ابي يصير ناعم. ما ابي يصير مثل شعر خديجة. لازم يصير غير. لازم ابين اني احلى منها. يا هدية! هدية! الحلوة زعلانة! الحلوة زعلانة! هاي ما اشتبي من الصبح. سمعي، راح ياخذي الاوتي. حطي على الفحم ولا على التشولة خليه يصير حار ويبي. ايش حقه؟ مو شغلك. ابكو شعري. ابي يصير ناعم مسبسب. ابي يطول شوي. يما ايش فيك؟ ايش فيني؟ ما فيني شيء. ابي اكو راسي اوتي. يما ترى معاش مو زايد عن كم دينار. لا تحرقين شغلك يما ما يصير. مو شغلك، مو شغلك. يلا روحي حطي على التشوله ولا صار حار كلش يبي. يلا. زين بروح العب بعدين اتيل. روحي اول سوي لي الاوتي حار. زين. يلا غرب لك يا شنينه طالعك قفتي. ما عليه. اللي سويته اوتي بيصير ناعم. طبخ طبختيه يا الرفل اكليه. اي عاد انت الله خير حاضر وزاهب حق الشماته والتطنس. حال شغلتك اعرفك يا ابو فاضل. ارفع طناستي وطلق. جنيت انت. اطلق وانا توني متزوج. عيل يا اخوي لا تشكى. انا يا ابو فاضل ما تشكيت. انت عمرك شفت مره تغشمر برجليها؟ شالتني فوق وش دخلت فيني تحت؟ لاني عارف ركبي من راسي من رجلي من ضروسي من كل ما فيني. تدري شلون؟ لا تقشمر معاها مولية. يا ابو فاضل انا ما تقشمرت وياها. انا قلت هذه بنية وتوها عروس وخل الاطفها والعب معاها واضحكها وذي. ما هقيت نفسي الا فوق بالسقف وران بالارض. والحين ما باجي عندي الا ضلعين هم اللي ما انكسروا. تريقت يا ولدي؟ جيت؟ ايه تريقت. الحمد لله والشكر ما قصرت لا انت ولا بنتك. ريقتوني وما قصرت وهي ما قصرت ريقتني عدل. لكن شوف كلام ياصلك ويتعداك يا ابو علي. قول حق بنتك لا تقشمر وياي ولا تجرب حوالي ولا والله العظيم. بس لا تقولها. واللي يرحم والديك لا تقولها. ولك مني الحين اروح وكفخها والدبغ هذيك الدبغة السنعة وما يصير خاطرك إلا طيب وشرط. مني ورايح ما تلقى إلا ابتسامة هرهر. لا مو بس ابتسامة كلها تكركر مثل أبوها. حتى الدقات قلبي في غيابه. شايفك شارعنا انت؟ انا ولهت عليك. انشغل بالي عليك. وانت شكو ينشغل بالك علي؟ فعليك يا بزه. الله يهداك. بس انت تدرين قلبي شو متولع فيك. احبك حدي. ايش فيك تلفتين؟ اتلفت خاف نساف بعير لوري. وانت ما تقول كلمة حلوة الا وياتنا المصايب. لا هذا اذا بنتك المقرودة موجودة معانا هي وبيضها. زين يلا نلف. يلا نلف ولا تعرض حق بنات الحمايل. انا بنات الحمايل ولا مو عاجبك؟ اخ انت كلش عاجبني. سمعي لقيت شراي لنعيتك. هونت ماني بايعتها. ليش؟ فيها كم دينار ينفعونك. طلع هذا كم دينار؟ لا عيوني الحين ما يترس عيني كم دينار. انا حتى لنعيه لي ماتت بحنطها
بحنطها وبحطها ذكرى حق ايام الفقر عند كرفايتي. اوه شنو ده عندك كرفايه؟ بتصير ان شاء الله. لا عاد اكيد مات لك واحد دسم ورثتيه. انا الحين سمحت لك تحاكيني، لكن بعد اسبوع حتى شوف ما اسمح لك تشوفني. يلا فارج فارج. شنو ده صاير؟ اكيد طايحه على شيء. لازم لازم اعرف. صباح الخير يا عروس. هلا. ايه انت اللي طلعت لنا ذاك اليوم صدق. ايه هذيك اليوم بعد هم الطبخين نفس ذاك الطبخ. عجبكم؟ ينن حتى ري اللي ابو خالد كلم منه وايد. وش قال؟ قال يا بيتش كل يوم تجين الطبخين. على امرك. وصلنا خير. اقول حبيبتي انت ليش ما تروحين تنامين تكملين نومتك؟ وانا انظف البيت واطبخ الغداء ولا خلص الغداء قعدتك. اي والله صادجة فيني النوم بروح انام. يلا توكلي على الله. اي بس ها شوفي عيل قاعديني قبل لا يجي راي لي ابو خالد حتى اقول انه انا وياك طبخنا وسوينا شغل البيت. اي اكيد اكيد. يلا يلا حبيبتي مع السلامه. عجبه طباخي ويا فرحة قلبي. السلام عليكم. هلا. ها وفاء ايش فيك؟ ليش مضايق خلقك؟ عسى ما شاف ليش ترد السلام من ورا خشمك؟ ضلوعي ضلوعي تعورني. سلامتك سلامتك يا ابو خالد ما تشوف شر ولا يهمك. الليله انا وخديجه ندهنك. خديجه لا. ولا يهمك مو لازم خديجه انا بروحي بديادي هذه دهنك. وانت لا. ها ليش؟ شوفوا علي انا من رايي تروح تقعد بدكانك عشان على ما اقول اقول لك صكه وروح بيتكم لاني بقعد بروحي. حاضر تامر امر. انا جنب خالد عندي بهالدنيا ابو خالد مثل ولدي مثل اخوي مثل حبيبي حبيبي. ابشر بعد. يا سلمان. نعم عمي. هلا شو عندك بارك الله فيك مساع التناجر مع اللي واقف هني؟ عمي الذان هذا كل يوم يجي ما يشتري شيء، عاد قلت له يتوكل على الله. شو سويت؟ تفضل عمي شوف هذه البضاعة اللي طرشها ابو وليد. طرشها ابو وليد؟ هذا انا فكيت المحل ماشي. من بعيد لا اكيد جوعان.
ترى الغداء ذهب وكل شيء نظيف. حلقت انا وبز ننظف بشغل البيت. كل شيء تمام يا ابو خالد. انا اشم ريحه الاكل من هني. انت طابخته؟ ايه. ايش طابخه لنا؟ كل خير. اقول خير. بزة. عاد انت تمي عاد على كذي على هالريحه الخنينه. ان شاء الله. واخري واخري الله لا يعقل الوجه. انتي ايش حقه ما قعدتيني؟ عيست قعدتك حبيبتي، عيست قعدتك وخضخضك وقوم نومك ثقيل انت. شو اسوي انا كذي؟ يلا حبيبتي روحي زعب السفره اللي اهالي واعه. على امرك. يلا يا عيال يلا يبا يلا حياكم. هي الله يا هو زبيدي. انا كيف كيفكم يلا يا عيال. وينهم؟ شوف الوناسه واصله حدها اليوم. طبعا اول يوم احس اني انا ببيتي وياي مرتي وعيالي. شو ما تبين استانس؟ والله من البخل. انا طول عمري ماني بخيل وانت تدرين زين انا البيزات مهي شيء بعيني، لكن الراحة الحرية هي اللي تخلي الواحد يستانس. ولا بنت اختك هذه الملسونة بل 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 لسانها بيقص. انا اتروالي اختك ماتت منها. اسكت. يلا يا عيال سموا بالرحمن. سموا ودقوا اليوم ترى شغل ابوكم. يلا يلا سموا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. على مش تندفين انت بمقلوث وحطت لي هذه؟ شنو هذه يعني بارتني؟ ابي تتربرب. اتربرب؟ قلي انا عندك اتربرب. من ادعي عليه؟ من ادعي عليه؟ من ادعي عليه؟ هل عمي ابو حمد؟ والله يا بنتي صدقتك، هل عمك ابو حمد هو ساس البلا هو المطرقه. هاي من المسمار ابوي. والله انسي شذبتي. بس لا بالله صدقتي يا بنتي يا ابو دور. والله لوح 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 لوح. شربت. الحمد لله انا شبعت. واخري واخري خشم فح قاعد قدامي. الحمد لله والشكر لله. هلي وعافية. هناك الله بالإيمان وطاعة الرحمن. بس تحب تشرب الشاي باللقاح ولا بالزعفران؟ لا أحب أشربه بالورد. ما يصير ورد يشرب ورد. وشمه بعد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أخوي سفحت لك الغداء؟ إي والله يزاك الله خير. عاد غدانا يهبل خنين. من هذه؟ واحدة تعاوننا بالبيت. بالبيت تعاوننا واحدة انشك وبالبيت زين تعاوننا زين زين حتى نشتي ناكل على الأرض. شو عمي؟ هلا 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 بدرية. هلا هلا خالد. شوفي قشمرة مع غيري وغير العيال ما أبي. سمعتي؟ ولا مع خديجة؟ خديجة عاد حطي بالك من ايدها، ترى ايدها وقطع النفس واحد. وانا اقول هالكلام هذا ليش انه ليش انه ليش انه اكلك زين بس وشاي زين وبس وكل ما منك زين وبعد ودي اقول زين. وصلنا للزين. لا الحين اتغديت؟ العالم خلصت وخسرت ايدها وانت للحين ترعين؟ شحاك حط روح روح عظم هذا حطك ما في مخ هذا. لا يعقوش بلا مره. بخالد تعال ساعدني شفط وياه يمكن يطلع المخ. الله لا يساعدك ولا ملائكته يا رب امين. جايبت لك ليمون على الوعد الشبت.
والله وانت صادق طلع طلع المخ طلع ابو خالد طلعت روحك قبل المخ شيلي يلا قومي يلا خلاص فين عليبه ايش يبي هذا اخوي ايش يبي وشكو وش بك صاير شبريت لا عشان شو لنا عشان ما يخصكم يا معود احنا بنعرف الريال هذا اذا عنده ميت ولا لا لان الشغل واقف اي مو انتو فقر من يتوقف الشغل والله ملينا من القعده لا صراخ لا بكي هذه عيشه ملينا زين شوف احد من اهلكم يمكن ودع خوها الايام الدنيا تملل ضمان الموت احسن فال الله ولا فالك حتى احنا ملينا على كل حال بنصبر ثلاثة ايام اذا ما لقينا احد مات ما كل انت يعني شنو انت عارف يعني شنو وين قاعد بطاليه اي والله ورانا وحده ماكله قلبنا اكال ماكو شغل ماكو شغل لازم تشتغلون يلا عدل في يلا 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 هذه الشرطه يلا يلا من صجه هذا والله يبغى كنا ولا بتفنى يلا امشي سرينا سرينا زين نجي باكر ولا لا يلا خلاص ما حد ميت يلا الفو اشتر منه هالشبوله شوف بعد كلمه زايده ما ابي ترى واسع عند خشمي خلاص خلاص بس واسع عند خشمي خلاص يلا يبا ندور شغل ثاني يلا زين اقول المقبره الثانيه وين ما ادري يلا يبا يلا 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 بدوره شراتي ما بهالعروس الحلوه الله يرحمك انا وايد حلوه بعد عمري حتى خلود انا سويت له بعد شيء حلو خلو راح اودي له خالد شو رايك كانت سله والله ما ادري انا شفتها كذي بالمجله كان اروح اجيب الخيوط سويت لك اياها طنباخيه شو رايك نقوم نلعب فيها وايد حلوه يلا قومي نادي امك لا تقول كلو ما نادوني شنينه قومي نادي عمتك عمت عيلك عمى سامعها شو تقول تبي الحين ادوس بطنها واذبحها هي الحين امك ولا امي امي انا بس قومي انت ناديها يلا 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 قومي ناديها يلا يلا خلي عبود وسعدي الحنيون ياكلون ويانا يلا قومي انا غبت اكل قبلي بطنين مصيبه صابتك مو حد راح ياكل قبلك يلا قومي يلا الحين نادي امك الحلوة زعلانة يلا يما قوموا ينطرونك على العشاء ما بي راح تعش انتي معاهم يما شفيك لا رحتي بيت بو خالد تطبخين لهم العشاء ولا تبين تاكلين شيء ولا تحاكين من العصر شفيك قومي ترى مالي خلقك يما شفيك عسى الشغل ما طردوك لا ما طردوني بس ابي بو خالد يعرف قيمتي يعني شنو يعني كل شيء قاعده اسوي في بيته خدوه تقول انها هي مشاركتني فيه مثل شنو يعني مثل النظافة الطباخ التسنع كلها مشاركتني فيه النظافة يما احنا عائلتنا ما تحب النظافة الاكل ايه بس النظافة النظافة هناك مو هني يما حبيبتي انا احبكم ما اقدر انظف هني اخاف تمرضون تعوم كبدي قومي 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 بعد عمري يما كل هذا حب بو خالد انت هالايام منت عاجبني ما ادري ايش فيك سلام عليكم وعليكم السلام الله بخير يا ابو خالد الله بخير يا ابو فاضل هلا هلا ابو حمد خوش جو غيم وبراد وخير خير شلونك ابو فاضل بخير عساك بخير انت شلونك يا يوسف والله بخير بس ايش في العضيد والله العضيد يا يوسف هالايام سماري لا سن ولا باورة ما ادري ايش فيه كله يخوجس كله مسبه هذا ايش فيه حتى بالبيت ما كنا بعرس شوف عاد طاري العرس لا تجيبونه قدامي ابد ترى ازعل واتقدم افا 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 يا ابو خالد ليش يبا ليش عسى ما شربت انت بالذات لا تحاكيني انا اي انت افا انا سويت يا ابو خالد انت سويت انت ساس البلع انت حنيت على البنت حنيت بنتك وبنتك 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 لما حديتني اتزوج انا ايه انت على بالك انا ما ادري ترى كل شيء تقوله ما تسوي وكل شيء يكدر بنتي ويزعلها يوصلني على بالك ما ادري انا اضايق بدريه حبيبتي يا ابو خالد حبيبتك انت تحبها انت بدروه بدروه الحلوه بدروه ما تنحب عن الكذب
أنت بقيت تتزوج على خالتها والأسباب بدروه، وأنا اللي انقردت وتزوجت والأسباب حنتك على محمد. أنت كفو محمد، هالوردة هالدرة هالذربة هالسنعة هاللي إذا دخلت البيت صارت شمعته، أنت كفوها أنت. إيه من هي هذه يا أبو خالد؟ بدرية بنتي. هي أشوى؟ لا أنا حسبت واحدة غير بدرية. ترى إذا غير بدرية أزعل. عن التطنز ما أدري عنك، هيا جرب بذمتك جرب، تخيل نفسك من تبوها وشوف شو تسوي فيك. إن ما طلعتك من طورك، إن ما زهدتك حياتك، إن ما طلعت عينك لا تسلم عليه. أقول بحمد يعني إذا هديتها على أحد الطلعة من البيت؟ الطلعة؟ ما الطلعة من البيت بس، إلا الطلعة من الفريج بكبره. بلا يا أخوي، المرة وايد طيبة وبدرية بنت أخوي وعرفها. لا لا أرجوك لا. سلام. هلا ام عبود، وين تاخرت؟ السوق اصلا تفضحنا. هاك وين الشاري؟ مالك شغل انت، اخذي حسابك وتوكلي على الله. احسن بعد عطني عطني لحظه مو كلهم. هاك خذها توكلي على الله. الله الحين يا بزه اخليك تين وانت منزله الراس تدورين الغاليه. احبك حدي شنوده. هذا احنا رحنا لام راشد ما عندها شغل، على الاقل لو رايحه بيت معزبك كان جبت لنا عشاء. لا رحت له لا امس ولا اليوم الصبح، اخاف يزعل. يزعل اللي بيقعد يحاتي وبتشب بجبدة ضو مسكين. ليش؟ من الفلفل. آه راحت راحت. خلصيني، كم واحد اللي ماتوا؟ ترى مالي خلق البس اسود اكثر من اسبوع. الغالية راحت راحت يا بزة الغالية. هاي غالية، ماكو غالية غيري. من اللي راحت؟ ما في غيرنا إناث. لا الرابعة راحت. الرابعة؟ من هي؟ انعيتك بعد عمري راحت. الذهب؟ ايه اليوم وراحت. اليوم الباب السلكي ماله انكسر وطلعت ويا طلع اكوني طلع. ضايت ضايت ضايت. الذهب؟ راحت. لا صورتها. إيه تعالي أنا بصورتها مرة مرة دفعت 10 دنانير صورتها. ما يذهب ما يذهب. وين صورتها؟ وين حاطة صورتها؟ وين حاطة صورتها يا ربو؟ شحق الصورة؟ حتى يعممون عليها، يمكن خطفت البنية. إيه صج لي لازم تبلغي الحدود، يمكن تطلع تهريب. بس تذكرت وين صورتها. مسكينة أمي ما أدري إيش صاير فيها. حلوة زعلانة حلوة زعلانة. ها هدوك يا الحولة. أنا اللي مشتكية مو للعية، كلها شكوى. زين ايش صار؟ بغيت أقص عليهم أكسر خاطرهم، قلت لهم شعرها ناعم مسبسب كنا ماي الذهب، مربربة حلوة ناعمة
سعرها غالي، فصيلتها نادرة، ويا انقرضت يا قربت القرض، هم ما رضوا. وتالي عاد حولوني المباحث. بس وصلت خير، يوم يومين ثلاث بالكثير سنة سنتين وهي عندك. هم كشحوني. إيه ليش؟ قالوا لي شوفي لك عادي من دورة نعوج. لا خلاص هنروح ندور عيل. شو ندور؟ آدمي ضايع. أنا وأنا الله يوفقني وهذه سلالتي. أمشي بس أمشي خنم الخباز. يلا. لا لا وألف لا، أنا ما بق بالنهار حرام. إحنا باقيين معانا خير. من وين؟ واحد طايح حظ يا يشتكي ورأس بوكه بارز يقول بوقوني سحبته. ترى أنا مو صيد يا بوك، أنا تبت، لكن أنا خدته حتى أربي رعية يحط ماله مرة ثانية. عفي عليك يا يمه، طول عمرك تعطين الناس دروس وحكم، عفي عليك بس. تعرفين تقرين؟ لا لا صدق أنت بنت شرفتك. قد بس قد قد يا الله. خل نشوف شي. قلبي خل نشوف بعد يمكن عاش. شنو؟ شنو داعس هذا كلها خرابي؟ هذا شنو؟ جواز سفر. شلون بيسافر لهنا المسكين؟ مو لازم يسافر، كاحنا ما سافرنا ونسينا اللي لنا هناك. يوع هني ابرك من يوع هناك، ولو ان هني ماكو يوع بديرة الخير، بس احنا تنابله. انزين شو يطلع غيره؟ مو لازم، خليه يزيدون واحد، شو يصير؟ اللي قوم الاقينها الاقينها، قومي بس قومي. ماكو ريحة اكل. اكيد زعلانة، ما ادري شو اللي مزعلها. ما منك يعدتك. جو الجهال؟ والله ما ادري. لا لا حروه. ايه انت ايش دراك على البيت؟ تدرين عن شيء؟ تدرين عن جهال دخلوا وطلعوا وراح المدرسه اكلوا؟ ما تدري. نايمه خامده الليل والنهار. شو اسوي يا ابو خالد؟ هالحالات اللي فيني خلتني كلها نايمه. الحالات؟ انت حلوه؟ ايه طبيب قال كذي. ايش قال؟ قال في تشكر وايد. في شكر؟ ايه سكر. انت في صرخي شكر، مو مثل الناس الشكر مالهم. والله شكر شكر بالنقطة ولا من غيرها. ما علينا. طبخت اي؟ شو اسوي بعد ما يتدع له؟ يعني ايش بنت غدا اليوم؟ عاد انا اخلي ريلة حبيبي. معقولة يا ام خالد؟ شنو؟ ما قلت لك؟ شنو قولي؟ ابوي مرني اليوم. ايه. كان اقول له ماكو غدا. ايه. كان يركض وروح يجيب لنا جدر باكه. باكه؟ يعني ايه؟ بنت غدا باكه اليوم. ايش كبر الراس فيها يا ابو خالد؟ الراس كبير. ايه. شوفي. روحي سوي لي شاي وجيبي لي بقسم بحجرتي هناك. وان شفتك واقفة عقب ما تحطين الصينية سويت راسك باكه يا بنت الباكه. وي ما يحبه. ايش تبي تاكل يا ابو خالد؟ هات خذ، انا قلت لك ابي نعجه مو تمثال. انت مو لزمت علي قلت لي تبيها من كثر ما مدحتها لي.
غسلتها نعجة عجيبة، شوف لا فيها لا لحم، لا تمكن لا تنشرب، لا شيء فيها. صح ولا تنشوي. زين خلي حق الجهال. بخرع فيها اليهال، انا بخرع فيها اليهال. لا تخرع اليهال، خلهم يلعبون فيها. عطني العربون، عطني العربون. لا اخوي لا العربون. لا العربون راح عليك، ليش يدك انت اللي مهون؟ شوف لا تفلك انت وياها هني. لا تفني، لا لا السالفة فيها دفان. لا يبا هاك، لحظة لحظة، هاي فلوسك يبا، لحظة. لا تدفني ولا تفلك. اموت وسب نعيه جربه. روح يا عمي روح، الله معاك. راحت عليك يا فلاح، راحت عليك. الحين شلون اخذ فلوسي منهم؟ يا خالد بدرية خالد ودر هلا يبا، قعدت؟ ايه قعدت. هلا 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 هلا. تغديتوا؟ يبا كلينا غدينا. يبا يبا ليش ما كلت ويانا؟ انا؟ ايش تغديتوا؟ باكر وايد حلوه. يبا ليش ما حد سوى لنا اياها من قبل؟ اعجبتكم؟ وايد. يعني صدق اعجبتكم؟ وايد. عليكم بالعافية، كل شي من خديجة عندهم زين. يما شفيك؟ ما فيني شي. تتذكرينها؟ عشر والعشرة ما تولى على الظالم. الله مع النعية. اي هدي النعية صبرت صبرت يا بعد عمري، حتى حسها ما يطلع. اكيد ما يطلع وهي فيها حيل تنفس. صبرت على يوعنا وعلى فقرنا وعلى تهدد خلف عياله باكلنا، وصابر صابر ما تقول شيء. ايش وانا ما كلوها كان تسممها. الحين بدل ما تذكرين محاسنها قاعده تطلعين عيوبها. الله يحذاك يا يمه، انسي الحين للنعيه، روحي شوفي شغلك، شوفي رزقك، روحي بيت الريال، شوفيهم يسامحونك يردونك. يسامحوني ايش هي شو مسوي انا؟ يمه البارحه واليوم ما رحتي لهم، وبعدين المره عروس يزعلون منك. عروس لاحظها العروس، واسمها عروس والريال راضي فيها. هي يرضى فيها بالتالي يصير خير. قطعت من حبلها وهدت كل عالفها وردها نعجة. اي على هواك على هواك. حين هذا ما صار لشهر ويسوي شيء. إنزين عقب شهر إيش بيسوي؟ أكيد أكيد بيرد علي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكين قام يحاكي روحه، خليته يحاكي روحه. خلي ولي. إلا قول لي يا أبو خالد، أنت شفيك ضايق خلقك ومخلق؟ ما شفتها اليوم يا أبو فاضل، ما جت ما بينت. من هي هذا؟ هذه اللي بسببها صار كلنا باكة. نعم باكة. من توصيك بنتك جبت باكة؟ الله لا يعقلك. البابا البابا الباكة مسامير للركب. خلي المسامير لك ولبنتك، لا بارك الله فيك ولا في بنتك. زين دب دب تبي كباب؟ ابي فرقاك. انت ما قلت بتشتري العمارة؟ وين البيزات ولا شيل؟ وانا يا ابو علي ابو علي ابو علي ابو علي عنك طوطو والله هديك.
اهدأ وسع صدرك لا يوقف قلبك. وبعدين انت بالله ما تقول ليش فيك على الرياض ينيت انت شلون يعني على خليها من حلال احترم شيباته. شيباته هذا عنده شيبات هذا حشيش طاقة الشمس لما قالت بس هاي شيباته ولا على بالك شيباته بريسم واخر بس خل اروح. وين بتروح وين بتروح؟ والله ما ادري بولي وين ما اروح ما دام هذا قدامي ماني قاعد هني انا بروح يمكن اروح القهوه. ابو خالد هذه طرده قول لي قوم. قوم قوم معي امشي. ايش فيك ايش فيك تسمرت؟ بين. من هو اللي بين؟ بين الظبي بين الريم بين الغزال. وين الظبي وين الريم وين الغزال؟ هذيك اللي عند الدكان هذيك ريم وظبي وغزال واحدة مكمكمة بعباتها خيمة سودة تمشي. شلون طلعت ريم وغزال؟ الحمد لله والشكر الله عطانا نظر مو مثلك عمي بلاك ما تدري اللي تحت الخيمة شنهو. وخر بس وخر ديرم حمار لا كنا مو حلو يا قمر يا غزال رد علينا رد رد عطنا وجه ترى ميت من الجوع. وش قالوا لك رأية مطعم بو خالد؟ ايه بو خالد شفيش علينا وراش ميت البيت ترى البيت من عقبك اظلم والله مظلم. سلامة راعيته. فكينا راعية البيت راعية البيت. بس أنا بسألك بس أحد مكدرك أحد مزعلك ترى ريحة طباخك للحين بخشمي ريحته. وش دعوة يا حافظ ما يهمك إلا طباخي يعني؟ أنا يا بزة ما يهمني إلا طباخك. أنت تهميني من أطول شعر براسك لأطول ظفر برجلك يا بزة. صج؟ عيل من باكر الصبح بتشوفنا. باكر يبعد باكر يا بزة بتخلي لي الليلة أنام جوعان بعد عمري. يا بعد عمرك أوف قلعتي أنا. بس اللي أطلبه منك بزة باكر من صباح الله خير تكونين في البيت علشان أصبح في وجهك الصبح. عيل من فير الله بتلقاني قدامك ومعاي الحميسة. صج إن بعض الحريم نعمة. روح الحين البيت ومرة ثانية اللي تبينه تقولين وأنا طالع من الصبح تقولين لي يبلي كذا يبلي كذا يبلي كذا من عيوني هذه وهذه أجيبهم لك برسم الخدمة بعد آمري إن شاء الله. يلا روحي مع السلامة. مع السلامة يا نظر عيني حارسك ربي. مع السلامة. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. شكوى سلمان خريبون اللي جاي قم من كرسي وقم قم شو قاعدك بدكاني لا بارك الله فيك ولا في الساعة اللي جاورتنا فيها. دقينا الوتد ثبتنا 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 والحظ خمر.